بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هروح على strings dot XML وهسمي كل الليبلز اللي موجودة عندي كلها مرة واحدة وخلص منها كل المسميات اللي أنا كنت متخيلها في الشاشة، وطبعا لو احتاجنا حاجة بعد كده ممكن نضيفها. فأنا أول ليبل عندي كان اللي هو الأكاديميك يير، فهسميه أكاديميك يير أندرسكور يير أندرسكور ليبل، والفاليو بتاعتها اللي هتتعرض بقى اللي هي كلمة هتتعرض هيبقى اسمها أكاديميك يير. تمام، اعلم كده من تحت السطر اللي بعديه واقوم معلم لغايه فوق واعمل كنترول دي مع بعضه. ايوه يكبر لي، وهروح على مسمي بقى اللي بعديه الحاجه اللي احنا عايزينها بعد كده الليبل اللي هو فيرست يير. عايز بعمل بقى الفيرست السنه الاولى والسنه الثانيه والثالثه والرابعه نفس الكلام، الليبل بتاعها يبقى فيرست يير. اعلم بقى تاني عليه كنترول دي كنترول دي كنترول دي. تعالى بقى نعمل ايه السكند يير، وبرده العنوان بتاعه هيبقى السكند يير. الثيرد يير طبعا انا فاكر ومرتب قوي الحاجات، بس انت لو ناسي ارجع شوف الديزاين اللي احنا كنا عاملينه اللي احنا بنحاول نوصل له، ودايما خليك تبقى قدامك البروبلم دايما واحنا شغالين في الكود، لان انا هكتب على طول الكود فتبقى انت معاك البروبلم موجوده، تبقى انت فاهم ليه اتعمل كونديشن ليه اتعمل مش عارف ايه على طول بشكل سلس يعني ان شاء الله. طيب انا هعمل شويه كده كوبي بيست كده شويه، ولو احتجت حاجه او حبيت اشيل حاجه اشيلها بحيث ان انا اكتب بقيه الليبلز اللي موجوده عندي في الاب. بعد كده هعمل دي الكلامنسي سويتش، ولما بيدوس عليها هتبقى ظاهره ازاي، مكتوب عليها ايه. هكتب كلامينس طبعا سكور اللي هو درجة الرأفة او درجات الرأفة، وبعد كده عندي الجريد السويتشات التانية بتاعت اللي هي هيشوف جريد ولا لأ، فهسميها جريد سويتش، ودي هكتبها جريد سويتش. ومعايا ايه تاني، معايا الريزلت ريزلت باتن اللي هو الزرار ذات نفسه اللي مكتوب عليه ايه الريزلت باتن، هنكتب عليه مثلا ديسبلاي ريزلتس ديسبلاي ريزلتس. وتبقى ليه بقى الايه البيرمتر اللي هو بير ليبل اللي هو الليبل بتاع النسبه المئويه، وده هنقول له مش بيرمتر الاسم برسنتج النسبه النسبه، هقول له percentage ومنها واحدة كمان اللي هي هتبقى بقى ايه ده الـ percentage label، ده هيبقى الـ grade label. فعندنا الـ percentage label والـ grade ايه والـ grade label، وبكده اكون تقريبا عملنا كل الـ labels اللي احنا عايزينها ان شاء الله، ونكمل مع بعض.